اهلا بيكم متابعين قناه زكوت فازر، ومعاكم مبرمج احمد محمدي. والنهارده هنكمل بقى شغلنا في الكنترولر ونبدا نعمل لوجن او ساين اب لليوزر بتاعنا في منصه فاير بيز السحابيه، فخليكم معانا. اخر حاجه عملناها ان احنا عملنا الستاتيك اوثنتيكيشن كنترولر دوت، وخدناه هنا، خدنا انستانس منه بحيث لما نعوزه نلاقيه في اي وقت، ماشي، عشان نعرف نحدد الفايل اللي احنا واقفين بيه. حاجه تانية هنستخدم ار اكس، والار اكس ديت زي ما تقول كده ايه تول جايه مع الجيت عشان نستخدم اليوزر، ماشي، واليوزر ده الموديل بتاعنا. يعني احنا مش هنقعد نعمله بقى يوزر هنا وكده وبتاع، ليه؟ لان هو اساسا فاير بيز ممكن بيديك موديل جاهز انت ممكن تستخدمه على طول، في بقى الداتا بتاعت المودلز بتاعتك كلها، اللي هي اليوزر نيم، الباسورد، الايميل، الحاجات دي كلها هتلاقيها موجودة فيه. فخلينا احنا يوزر واندرسكور هنا يوزر، ماشي، وتعالوا نضيف لو وقفنا كده اهوت هيقول لك اهوت الباكج اوثنتيكيشن فاير بيز اوثنتيكيشن، فاحنا ممكن ناخد الموديل بتاعنا من الفاير بيز اوثنتيكيشن على طول، وتعالوا نحط له الاكسس موديفاير بتاعه ليت ار اكس يوزر، ده تاني متغير هنستخدمه في الكلاس بتاعنا، ماشي. وبعد كده هناخد انستنت كمان من فاير بيز اوثنتيكيشن اهوت، هنسميه هنا عمليه الاوثنتيكيشن ذات نفسها هيساوي هنا فاير بيز انستانت، هي مش انستانت، انستانس بس اهو عشان يبقى عارف ان هو واخد انستانس من الفاير بيز اوثنتيكيشن بتاعنا. هنيجي بقى ان اوفررايد ميثود اسمها اوريدي، ماشي، هنحط هنا اد اوفررايد، وهنستخدم هنا void on ready، اوكي كده عملنا override ليها، هي موجوده في البيس كنترول في البيس كلاس، ماشي. وطبعا هنعمل هنا super dot on ready نفس الميثود، اوكي. وبعد كده هناخد هنا اليوزر اللي احنا كنا عملناه فوق، ماشي، يوزر هنقول هنا هيساوي الاوثنتيكيشن دوت كارنت يوزر، طبعا هو هنا معترض على التايب فهنعمل له كاستنج للتايب دوت، هنعمل كده اهوت كنترول سي كنترول في ونفتح قوس عشان نكاست الاوثنتيكيشن دوت داخل الار اكس يوزر بتاعنا. نبدا نعمل بقى بايندنج لليوزر دوت عشان اي تغير بيعمله اليوزر دوت في السيستم او في الفاير بيز نبدا نتراكه ونعرفه، زي مثلا هو عمل ساين ان، فيوم احنا عارفين ان اليوزر دوت عمل ساين ان، عمل ساين اوت، اليوزر ده عمل ساين اوت، فيبقى احنا بنتراك التشنجز او الحركات اللي بيعملها اليوزر دوت في داخل السيستم بتاعنا. فهنعمل ايه؟ هندوس كده هنا يوزر دوت بايند ستريم، وهنا نستخدم الاوثنتيكيشن دوت current، لا هنا user changes، تمام كده اهوت. يبقى انا عملت binding لليوزر دوت، ف whatever اي حاجه هتتشنج هيعرف اليوزر دوت ان حصل ايه تشنج في الكلاود اريا. طيب ايه اللي هيفيدني لما اليوزر دوت يجيله notification بالترانزاكشن اللي حصلت؟ يعني مثلا لو اليوزر دوت جات له قيمه ما، فيبقى اذا هو اذا اصبح في يوزر فيروح للويلكم بيج، لو اليوزر ده مش موجود يقوم جاي مفيش يوزر اذا عمل ساين ان، يبقى اذا ساعتها يروح لللوجن سكرين اللي هي ديت، ماشي. فاحنا ممكن بمنتهى البساطه انهم جايين مزودين ميثود هنا اهوت كده اهوت ونسميها ستارت سكرين، ماشي. والستارت سكرين ديت هنبعت لها بارامتر نوعه هنا يوزر، لان طبعا احنا نبعت اليوزر وهنستخدم علامه الاستفهام ديت، طبعا النال سيفتي بقينا بنستخدمه بشكل دايركت خلاص بعد ما اعتمدوا لغه الدارت خلاص في الفيرجن الجديد، فاحنا خلاص بقينا بنستخدمه على طول. نعمل هنا يوزر، ماشي، نفتح قوس ونقفله ونبدا بقى نشيك نشوف ايه اليوزر دوت عمل لوجن ولا
إيه؟ لا. فنبدأ نقوم جايين قايلين هنا اف، هنا اليوزر هيساوي يساوي نال، يبقى اذا هو قيمته بنال، يبقى اذا مفيش يوزر عمل لوجين. ممكن نبعت رسالة ونعمل برنت في اللوج سكرين، ماشي، ونقول هنا لوجين بيج مثلا، ماشي، وهنا نقول له هنا مثلا نستخدم بقى الجيت عشان ينقله، وهنيجي هنا نقول جيت دوت اوف اول، ماشي، وننقله للبيج اللي احنا عايزينها اللي هتبقى ساعتها لوجن بيج، تمام كده اهوت. وهنا هنقول له هنا بقى else، اوكي، ونفتح القوس ونقفله، ماشي، ونقول هنا بقى طبعا لو هو بقى ايه في يوزر فعلا، فهنقول هنا get dot of all، ونفتح القوس نشيل البيج ديت، نحط الفات ايرو بتاعنا، ونحط هنا ويلكم بيج، تمام كده اهوت. يبقى اذا في حاله ان اليوزر جاي بنال، يبقى اذا انت هتبعت له لللوجن بيج، ولو اليوزر جاي بيوزر فعلا هتبعته للويلكم بيج. طيب دلوقتي احنا عملنا الستارت سكرين بتاعتنا، ماشي، بس لسه ما ربطناهاش بالنوتيفيكيشن اللي هتيجي لليوزر دوت، سواء هو حصل له لوجن، سواء هو ما حصلوش لوجن، او حصل له لوج اوت، او دخل اليوزر غلط، او حاجات كتيره ممكن تحصل. طب ازاي انا عندي دلوقتي اليوزر دوت هعتبره ايه ليسنر؟ ليه؟ لان هو لايف اوبجكت، المفروض ان انا بعد ما عملت له بايندنج خلاص اصبح مربوط بشكل مباشر بالفاير بيز، فلما يكون مربوط بالفاير بيز هتبدا تيجي له نوتيفيكيشن من الفاير بيز، فيبدا ان هو ايه يتاكد اليوزر نيم ده موجود ولا لا، او يعني مثلا انا بعت اليوزر نيم والباسورد المفروض يبعت لي يوزر، صح؟ انا بعت يوزر نيم وباسورد المفروض ان هو يبعت لي يوزر، صح؟ لا، هنا في الحاله ديت انا ببعت يوزر نيم وباسورد، لو بعت لي يوزر يبقى ساعتها فعلا في كارنت يوزر، يبقى اذا هو كده ايه دخل على السيستم. طب لو ما بعتليش يوزر يبقى في الحاله ديت اليوزر نيم والباسورد اللي انا بعتهم فيهم غلط، ماشي. طب ازاي اقدر احدد ده؟ ازاي اقدر اربط بقى اليوزر دوت بالميثود اللي انا عاملها ديت؟ احنا في الدارت داله حلوه جدا، قصدي في الجيتكس داله حلوه جدا اسمها ايفر، ماشي، وايفر ديت بتاخد حاجتين، الليسنر اللي هو المستقبل للداتا بتاعتي اللي هو اليوزر، وبتاخد الكول باك فانكشن بتاعتنا، والكول باك فانكشن ديت لما تعملها لازم تخلي البارامتر بتاعها هو نفسه الجينيريك موديل بتاع ايه الليسنر. يبقى هنا الليسنر بتاعي اللي هو اليوزر، والكول باك فانكشن بتاعتي اللي هو هنا ستارت سكرين، ماشي. فبكده اقدر يعني عن طريق الميثود الرائعه ديت بتاعت جيتكس ديت اقدر اعرف اذا كان اليوزر دوت جاله فيدباك بنال ما كانش، فلو نال يبقى كده انا اليوزر نيم والباسورد اللي بعتهم او اللي مدخلهم هنا غلط، لكن اليوزر نيم لو جالي بقى يوزر كارنت يوزر اوبجكت اسمه يوزر، ماشي، مش نال، يبقى اذا في فعلا يوزر موجود في السيستم فوق في الفاير بيز، وساعتها يبعته لي واقدر ايه ادخله في السيستم بتاعي واخليه يعمل لوجن واوديه للويلكم بيج بتاعتي. اظن كده الموضوع واضح جدا 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 جدا، تمام كده. نيجي بقى نعمل بقى ايه الميثود بتاعت ايه الريجستريشن، ماشي. فهنعمل هنا void ونبدا نعمل هنا registration register، ماشي، نسميها register، ونقول هنا string الايميل و password، اوكي، نقطع القوس ونقفله، وهي دي الميثود اللي عن طريقها هنحدد اذا كان في ريجستريشن حصل ولا لا. طب انا ازاي احدد ريجستريشن حصل ولا لا؟ بحدد ريجستريشن بمنتهى السهوله بان انا بستخدم الاوبجكت يوزر دوت، ماشي،
يعني المفروض ده اللي بيريسيف الداتا، بس انا محتاج دلوقتي ان انا ابعت له ايه الريجستريشن، فاكيد هحتاج الميثود اللي اسمها اوثنتيكيشن ماشي، وهبعت لها اليوزر نيم والباسورد، فهقول لها ان كرييت بقى ايه يوزر باليوزر نيم والباسورد دولت ماشي. هنقول هنا اوثنتيكيشن دوت كرييت ويز يوزر نيم وباسورد، وتمام هو بياخد كده ايه اليوزر نيم والباسورد دوت ماشي. فغالبا هو بيبدا ياخد اليوزر نيم والباسورد دوت ويضيفهم في السجلات ايه بتاعته. يعني انا طولت المره دي وشرحت كتير الميثود دوت، هنكمل الحلقه الجايه، ويا ريت اللي عنده استفسار يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. اتمنى ان الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب، محدش يعمل داونلود للفيديوهات شوفها على منصه اليوتيوب، عشان الداونلود بيضر القناه جدا. كان معكم مبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في الحلقه القادمه، ودمتم في رعايه الله.